بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهارده هنتكلم عن حاجة من ضمن الحاجات اللي اتطورت في مجالنا، مجال الأجزاء والمشروبات في الأونة الأخيرة، ألا وهي موضوع الرسم على المنبرات. اتعمل مكنة جديدة ترسم على كابتشينو، ترسم على لاتيه، ترسم على السوم، ترسم على أي حاجة فيها فوق أو كريمة في المطعم بتاعي. المكنة دي اسمها تشينو بلندر. الوكيل بتاعها الوحيد الحصري في مصر حاليا هي شركة جلوبال استيراد وتصدير. معانا النهاردة مكنة تشينو بلندر، هيعرفنا عليها ازاي نشغلها وايه التكنيكال بتاعها وهي بتعمل ايه. باشمهندس محمود عليوة، المهندس الخاص بشركة جلوبال استيراد وتصدير. اهلا وسهلا بك يا باشمهندس. عايزين نعرف النهارده مكنة تشينو بلندر هتفيدني بايه كمطعم ومع الجست بتاعي. والله احنا المجال بتاعنا محتاجين حاجة جديدة ومحتاجين ندور فيها، وعشان كده هم طلبوا المكنة. دي مكنة التشينو اللي هي أصلا على مدار الاختراع أصلا هو المهندس اللي اخترع المكنة، هو أول مكنة اتعمل فيها. الحمد لله بفضل الله خدنا التوقيت بتاعنا هو التشينو اقوى مكنه. هو ده ثلاث انواع بس في العالم، حاجه صيني وتشينو في حاجه ثانيه بس يعني مختلف من هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. المكنه دي ودي كل القطع اللي احنا بنحتاجها في المكنه. المكنه فكرتها بسيطه جدا، فكره البلنتر العاديه هنا مجرد ده زرار امان. لما اللي هو ده بالظبط ده زرار امان عشان لما تحرك المكنه ما تعملش اي تفصيلات صغيره تحصل في السوق. تمام، ده زرار امان. ده بنفكه اول شيء بنركبه هنا ليه مكان معين يشد. يعني الزرار ده مسمار، مسمار الامان ده بالظبط. بمجرد ما انا هبدا تشغيل المكنه قبل ما بشيله وبحطه في المكان بتاعه ده بالظبط كده. لازم قبل ما نبدا نستارت المكنه نفسها اللي هو ايه بالظبط، قبل ما نبدا الستارت بتاع المكنه لازم نكون شايلين المسمار ده حاطينه في مكانه عشان المكنه دي تشتغل، لان هي المكنه بتشتغل بالطريقه دي. لما يبقى قافل مش هتقدر تتحرك. طيب تاني قطعه، تاني قطعه الكارتج. الكارتج دي اللي هي تقريبا الحباره بتاعت اللي بتطبع المكنه بالظبط كده. دي بتطبع حوالي 800 ل 1000 صوره على حسب طبعا حجم الحبر اللي فيها قد ايه وتفاصيل قد ايه في الصوره. الحبر اللي موجود جوه ده هل هو زين صحي؟ طبعا هي مش طبيعيه 100% هو طبيعي عادي خالص. هو ده طريقه تركيب الكونتينر بتاع اللون في المكان ده بنفكها بنفس الطريقه من فوق. تمام، بنفكها بنفس الطريقه من تحت لفوق. تمام، بس جميل. بعد كده بنقفل المكنه دي. ليها الوان تانيه غير السيلفر ده؟ المكنه نازله بلونين، اللون الابيض واللون الاسود. طبعا على حسب الفول بار احنا بنختار اللون الاحمر المناسب للمساحه المكان ده. يعني في السيلفر والاسود طبعا عكس بعض. وبنبدا بعد كده التشغيل عليه. بالنسبه بقى لتشغيل المكنه نفسه، المكنه سهله جدا لان هي اصلا تعتبر تاب. طبعا الناس كلها بتستخدم السمارت فون والناس كلها يعني حديثه في الوقت الحالي، فالموضوع بتاع الاستعمال نفس المكنه نفسها سهل جدا عن طريق التاب ده. اول حاجه كل ده اللي احنا بنشتغل فيه كام حاجه دول احنا بنشتغل فيهم بس. الجزء الثاني ده التكنيكال اللي بتاعنا احنا، ولو قدر الله حصلت اي مشكله في المكنه ده احنا اللي بنحكي المينتنس. هنا بالسيتنج عباره عن واي فاي، الابديت، اللانجوج، الدرايفرز. دي اربع حاجات اللي هو المفروض الشغال على المكنه بيتعامل في الحدود دي. طبعا بمنتهى السهوله الواي فاي بنفتح بيجيب لنا جميع الشبكات اللي موجوده، بنختار الشبكه بتاعتنا بنكونكت عليها. لازم المكنه طبعا تبقى اوفر مانيتس. تمام، بس وبنرجع تاني سواء الواي فاي او 3 جي بالظبط. هو واي فاي يعني واي او هوت سبوت من تليفون مثلا يعني تشتغل. جميل. طبعا المكنه بتشتغل عن طريق الكيو ار كود ده. نعم،
ده بنسكان الصوره، هنوريه حضراتكم بالظبط يعني بنسكان الصوره ازاي. ومجرد ما بنسكان بيظهر لنا لينك بنقدر نختار ان احنا نطلع الصوره يا اما من الجاليري بتاع التليفون بتاعي يا اما من الصور اللي هي محفوظينها على الويب سايت نفسه بتاع المكنه، حاجات زي ايموجي والمناسبات وحاجات زي كده. بعد ما بنكونكت الواي فاي بنسكان الصوره، بنعمل سكان الكيو ار بالظبط. ممكن برضو نوري احنا بنفتح الكاميرا بتاعتنا عادي خالص، نقربها لل كيو ار كود بيفتح لنا اللينك، هو ده اللينك اللي احنا بنتعامل عليه. تشينو برينتر، تشينو برينتر عندنا الجاليري، بيسالني على الجاليري وابلود بالظبط. جاليري اللي هو خاص الايموجي الخاصه بالمكنه نفسها بالظبط كده. انما الابلود لو انا عايز انزل الصوره بتاعتي من الجاليري اي صور شخصيه ليا بالظبط تنزل الابلود. جميل. بعد ما نختار الصوره ونحددها بنضغط الصوره، الصور كلها بتظهر لنا هنا. بنرجع تاني، يعني احنا عندنا اصلا تقريبا اتنين زرار، اتنين اوبشن بنخش عليهم، الاوبشن بتاع السيتنج عموما والاوبشن التاني بتاع الصور نفسها اللي بتنزل. دلوقتي هنبدا نعمل، طبعا بما اننا في بيتنا احنا في بيت ورد فاحنا ايه نحاول نطبع اللوجو بتاع بيت ورد. طبعا نظبط الالوان بالظبط. عندنا هنا اتنين اوبشن عشان نظبط البرايتنس بتاعه الصوره، نحاول نتقل او نخفف على حسب تفاصيل الصوره، ان كانت خفيفه او تقيله احنا بنعكس الموضوع عشان نوزنها. عندنا تلات احجام للكب على حسب، يعني فرضا عندنا شورت اسبريسو هنختار له السمول، عندنا شورت الكابتشينو الميديم هنختار له الميديم، عندنا شورت كب كبير كده بالظبط هنختار له حجم اللارج. بس كده احنا ظبطنا كل حاجه. بريس ستارت، من 25 ل 30 ثانيه الصوره بتتبع، من 25 ل 30 ثانيه او من 20 ثانيه كمان زي ما شفنا كده. الدرج اترفع لفوق بالظبط عشان نبدا عملية البرنت للحاجة بتاعتنا. شايفين التفصيلة؟ البرنتر بيتحرك اهو، حاجة جميلة جدا. طبعا احنا كمان بنقدر نعدل تكست، يعني نقدر نعدل الكلام على الصوره، يعني فرضا يعني انا اقدر ابعت لك الصوره بتاعتي على التاب واضيف كلمه بالظبط، اي كلمه ايا كان او اي عدد، يعني مثلا حوالي 70 حرف نقدر نكتب 70 حرف او 70 حرف نقدر نكتب ايا كان الكلام ايه نقدر نكتب. طبعا بتنفع مع مناسبات، تبقى جميله جدا مع مناسبات، عيد ميلاد، جواز، فرح، ايا كان، تكتب جمله لطيفه مع الشغل حضرتك. انا طبعا اتشرفت بيك النهارده يا باشمهندس، و دايما دايما اي حاجه جديده او اي حاجه بتطور مجال الاغذيه والمشروبات احنا هنكون داعمين ليها، زي ما احنا داعمين لشركة جلوبال ان هم نزلوا لنا مكنه جميله زي دي تشينو برينتر اللي هتساعد في تطوير المجال بتاعنا في جزئيه الفن. مهنه الاغذيه والمشروبات هي في الاول هو فن وعلم. بشكر شركه جلوبال والباشمهندس محمود. المكنه برضو اساسها تقدر يعني نقدر نستخدمها في التسويق ازاي؟ ان احنا فرضا انا ممكن اثبت اللوجو بتاع حضرتك مع كل اوردر بيرفكت. جميل. كل اوردر طبعا الناس دلوقتي كلها مهتمه بالسوشيال ميديا، فانا مثلا عملت صورتي عندكم في المطعم اللوجو موجود، كل ما هيرفع الشغل ده على السوشيال ميديا دي دعايه للمكان نفسه. جميل. فكره المكان اصلا احنا نقدر نستخدمها كمان في الدعايه عشان نقدر نوصل الشغل. يعني انا ممكن كمطعم او كافيه ان انت تعمل لي اللوجو بتاعي على كل ايتم بطلعه. طب جميل. كمان في فكره كمان ان اصلا ممكن نطبع حتى اللوجو المناديل بتاعتنا نقدر نطبعها على المحل. يعني اللوجو بتاعي اطبعه على كل منديل. على كل منديل. لو في ايفنت معين النهارده عيد ميلاد فرد اسمه احمد. اقدر اعمل هابي بيرث داي احمد على كل قطعه احنا بنستخدمها. طيب جميل. الموضوع في التسويق يعني ما شاء الله جميل. جميل. انا بشكر حضرتك واستنونا مع كل جديد. عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وتفعلوا زر الجرس وسبسكرايب على قناتنا كماركو على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.